اوكي، هلو everybody. راح اثبت اليوم، يعني راح اعمل simple proof of انه كيف واحد واحد زائد اثنين زائد ثلاث زائد اربعة all the way to infinity هذا is equal ل minus 1 over 12. So يعني انت اللي بنعمله احنا انه عم نجمع ارقام positive numbers all the way to infinity والمجموع مش بس negative كمان fraction. Okay, so today رح اعمل proof لهذا الاشي for all of you guys who are interested in this. Okay, بالمناسبة هاي fact موجودة بالphysics بالstring theory. ال 26 dimensions of the string theory كلياتهم جايين من الكالكوليشن اللي رح اعمله اليوم. اوكي، اللي هو هاي الستيتمنت اللي بتحكي انه يعني هاي ممكن نصيغ نكتبها بطريقة ثانية على فكرة، اللي هي summation، يعني summation لان من n equals 1 لانفينيتي تساوي minus 1 over 12. اوكي، خلينا نشوف البروف مشان اثبت هذا الاشي. خلينا هون بروف. راح اعرف كم شغلة. اول شغلة بدي اعرف سم اسمه S1. ايش اسمه S1؟ S1 هو شو؟ هو عبارة عن واحد ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد زائد واحد. هاي alternative series، يعني all the way to infinity minus واحد زائد واحد all the way to infinity all the way to infinity. هاي بدي اسميها S1. بدي اسمي سم اشي ثاني اسمه S2. سم ثاني اسمه S2 هو عبارة عن ايش؟ عن واحد ناقص اثنين زائد ثلاث ناقص اربعة زائد خمسة ناقص ستة all the way to infinity، برضو نفس الاشي. والصم تبعنا اللي احنا بدنا نثبته بدي اسميه S. S هي عبارة عن واحد زائد اثنين زائد ثلاث زائد اربعة زائد خمسة all the way to infinity. اوكي، هلا اول شغلة بدي اعملها بدي S2، هاي بدي اخذ S2 S2 let's highlight it. بس خلينا نختار، بدي اخذ S2 هاي اوكي وبدي اجمعها لحالها يعني لنفسها، فبدي اخذ يعني زي 2S2 اوكي. ف 2S2 شو تساوي؟ تساوي 1 ناقص 2 زائد 3 ناقص 4 زائد 5 ناقص 6 all the way to infinity. بدي اجمع لهم واحد، فبده هون يكون زائد، بس بدي اعمل شيفت بالسيريز، يعني زائد 1 ناقص 2 زائد 3 ناقص 4 زائد 5 ناقص وهكذا all the way to infinity. فلو بدي اجمع هذول السيريز شو بصير؟ تساوي 1 ناقص 2 زائد 1 هي عبارة عن ناقص 1، 3 ناقص 2 زائد 1 ناقص 4 ناقص 2 ناقص 1. اوكي، خليني ارتبهم اكثر. هاي زائد 1 هنا، زائد 1 ناقص 1 زائد 1 ناقص 1 وهكذا all the way to infinity. وإذا بتنتبهوا هذا الصم النتيجة اللي طلعت معنا هي نفس الصم اللي عرفناه بـ S1 هون. أوكي، فمعناته 2S2 تساوي S1. إذن هون بستنتج إنه 2S2 تساوي S1. وبالمناسبة S1 هو عبارة عن يعني عدد واحد ناقص واحد زائد واحد. هذا إذا بنوقف عند even number حيكون صفر، وإذا بنوقف عند odd number حيكون المجموع واحد.
ولانه احنا ما بنعرف وين راح نوقف، فحيكون الـ average of 1 and 2 هاي بالمناسبة، وبالتالي 1 plus 0 over 2 is half. So this is half and this can be proven many other words. يعني بنقدر نثبت هذا الاشي بأكثر من طريقة، بس أسهل طريقة الـ intuitive proof إنه إذا أنا بجمع 1 ناقص 1 زائد 1 ووقفت عند even number حيكون المجموع 0، وإذا كان odd number حيكون 1. فلأنه احنا we don't know where to stop، فراح يكون المجموع هو average of 1 and 0 اللي هو 1 plus 0 over 2 which is half. فهذا بيثبت انه المجموع S2 هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن ربع. تمام، هلا اثبتنا انه S2 هو عبارة عن ربع. هلا بدي اخذ الخطوة اللي بدي اعملها الان، بدي اخذ S2 واطرحها من S. اوكي، سو بدي اعمل S minus S2. S هي عبارة عن ايش؟ عن واحد، عن المجموع اللي احنا بدنا نثبت اللي هو 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 all the way to infinity. وبدي اطرح منه، بدي اطرح منه S2. S2 هي عبارة عن 1 minus 2، فحتنعكسوا الارقام، فبصير minus 1 plus minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 plus 6 minus something. اوكي، فهاي اذا بنتبه هي عبارة عن ايش؟ الارقام هاي حتلغي، الارقام هاي حتلغي، الارقام هاي حتلغي. شو حيظل؟ حيظل 4 زائد 8 زائد 12 وهكذا زائد. فاذا بنتبه هذا الاشي يساوي عبارة عن 4 في 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 all the way للإنفينيتي. وبالتالي هذا رح يساوي 4 في المجموع S اللي بدنا اياه احنا. اذا شو بسنتج؟ بسنتج انه S minus S2 تساوي 4S. اذا هذا يتضمن انه، خليني أكمل على الصفحة اللي بعدها. هذا يتضمن إنه S، I'm sorry، لو نقلت الـ S للجهة الثانية بصير 3S تساوي minus S2. وإحنا بنعرف إنه minus S2 كم؟ اللي هي S2 أثبتنا قبل شوي إنها تساوي، خليني أرجع لفوق، أثبتنا إنه S2 تساوي ربع. S2 هون هي تساوي ربع، أثبتناها قبل شوي. أوكي، فخليني أرجع باك وأعوضها بالنتيجة هون. فهون رح تصير تساوي minus 1/4. أوكي، إذا هذا يتضمن إنه S is equal to minus 1/12 and this is the proof. أوكي، إنه مجموع 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 all the way to infinity مش infinity، هو عبارة عن negative number، ومش بس negative fraction، هو minus 1/12. وزي ما حكيت إنه هاي عبارة واحدة من ال basic statements بال string theory، وهي اللي بتفسر 26 dimensions، ال 26 dimensions of the string theory. أوكي، okay. Thank you everybody.